الغريب أن الإمام علي على فقره في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الوحيد الذي قدم صدقة لما نزل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، لم يطبقها إلا الإمام علي باعتراف ابن تيمية. حتى ابن تيمية قال هذا، وقال لعله نسخ قبل أن يطبقوها الآخرين ويمكن ما علموا يمكن كذا. لا، مو صحيح، الله عاتبه، ما أشفقتم أن تقدموا بين يدي الرسول صدقة. يعني فطبعا هذه الصدقة كان لها سر، لأن بعض المتصدرين يريدوا يجلسوا جنب النبي مباشرة، فالله فرض أنه خلاص قدموا صدقة حتى ينظر من الحريص وغير الحريص. الذين كانوا يتصدرون ويحبوا أن يكونوا في الوجه غابوا، خلاص ما دام في صدقة لابد نقدمها، ما يحتاج. انظروا إلى هذا الحد، شيء عجيب. طيب، الإمام علي قدمها، حتى أنه قال لم يطبق هذه الآية غيري. ابن تيمية زعم أنها أن 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 الله أمر بها وأتى علي تصدق ونسخت قبل ما يعلمون. يا سلام، يعني حماية كذا إلى هذا الحد لأطراف أخرى. على أي حال، بعد خلافته أو قبل خلافته كان له مال في ينبع وجعله للفقراء والمساكين، ووصى بنيه صدقات علي. كان رغم فقره يعني أراضي خاصة بالفقراء والمساكين، وهذا ما لا يعهد في غيره ولو كانوا تجارا، أنه صدقة أراضي يعني فيها نخيل وتمر وكذا.